نسأل الله لكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا. مع السلامة. جزاك الله خيرا يا أم. لا تنسين يا بنيتي من صالح دعائك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. إياك أن تبتعد عن والديك يا علي في الحج. لا تخف يا أنس، سأراقبهما جيدا حتى لا يهربا مني. هيا لنركب الباخرة قبل أن تنطلق بدوننا. سبحان الله، كم يبدو هذا المنظر بديعا. نعم يا بني، فالله سبحانه أحسن كل شيء خلقه. هل يمكنني يا أبي أن أصعد إلى السطح كي أتمكن من رؤية البحر بصورة أفضل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنمر خلال ساعة من الآن بمحاذاة الميقات. على الحجاج المسافرين التأهب للإحرام، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حسنا يا بني، ولكن بعد أن نتأهب للإحرام. سبحان الخالق، كيف يمكن لهذه السفينة الضخمة أن تسير فوق الماء بهذه الطريقة؟ هذا من تسخير الله سبحانه لنا يا بني. انظر انظر يا أبي إلى هذا الطائر، كم أتمنى لو كانت معي بندقية الصيد لأصطاده بها. حتى لو كان معك بندقية الصيد فلا يمكنك صيده يا علي. ولماذا يا أبي؟ لأننا محرمون يا بني، والمحرم لا يحل له صيد البر. اسمع لقول الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وما الحكمة من ذلك يا أبي؟ هذا من الأمور التي بيّن الله سبحانه الحكمة منها، فقال سبحانه: ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن رحمة الله بنا أن بيّن لنا سبحانه أنه سيبتلى المحرم بشيء من الصيد، ليعلم سبحانه من يطيعه ومن يعصيه. إذن يمكنني مثلا أن أطلب من أي أحد غير محرم أن يصطاده لي. يا بني، قد كانت أمة قبلنا حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فعصوا أمره وتحايلوا على ذلك، فأهلكهم الله سبحانه ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. قد نهى المحرم عن أن يشير إلى الصيد لغير المحرم أو يأمر به أو يساعد عليه. وهل يحرم علي صيد السمك أيضا يا أبي؟ لا يا بني، فقد استثنى الله سبحانه صيد السمك للمحرم، فقال عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. لقد أنقذك الله مني أيها الطائر، ولكن بعد التحلل من الإحرام إن شاء الله سأمسك الطيور الكثيرة التي أراها في التلفاز تطير في الحرم. وهذا أيضا حرام يا بني، فمكة والمدينة لا يجوز الصيد فيهما سواء كنت حلالا أو محرما، بل لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن إزعاج الصيد. سبحان الله، ما أعظم حرمة هذا البلد، حتى الطيور تأمن فيه. نعم يا بني، فقد قال الله سبحانه:
أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ فالحمد لله رب العالمين. Ba 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 ba